حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات الراصد. لهذا اليوم عندنا فيها العديد من الموضوعات، لكن قبل نبدأ في موضوعات اليوم، في موضوع تكلمنا عنه أمس اللي هو كان عن ضاحية الملك فهد بالدمام. الزملاء في جريدة مكة حاولوا التعقيب معنا، تواصلوا معنا أمس، فاليوم احنا نرحب فيهم بهالخصوص. معي طارق المزهود من صحيفة مكة يبغى يتكلم عن موضوع اللي رد عليهم فيه أمانة المنطقة الشرقية اللي هو محمد الصفيان. أهلا يا طارق. خير وعلى جميع مشاهدي برنامج الراصد، وشكرا على تحت الفرصة. وش مزعلكم يا طارق في مكة أنت والشباب؟ كلموني بخصوص أنكم زعلانين شوي، عطونا الزعل اللي أنتم زعلين. الله لا يجيب الزعل إن شاء الله تعالى. في البداية اسمح لي أخوي عبد الله أن أتقدم بخالص العزاء الصادق المؤسسة لأسرة الزميل الإعلامي عمر مضاحي، الله يسلمك، اللي فقدناه بالأمس وفقد الوسط الإعلامي، فغفر الله له وأكنه في الفردوس الأعلى. آمين. كذلك الزميل الإعلامي مبارك المشاري محرر صحيفة مكة، أجرى صباح هذا اليوم عملية خاصة بالقلب في تخصص الرياض، ندعو له بالشفاء العاجل إن شاء الله. الله يطلعه بالسلامة. آمين آمين. أما فيما يخص أخي عبد الله موضوع المستقات الضاحية اللي ناقشته أمس، مشكورين. إحنا حقيقة المتحدث الإعلامي أمانة الشرقية كان محور كلامه على مسألة تقصي المعلومة والحصول على المعلومات بشكل دقيق. أنا حقيقة تواصلت مع الأمانة في 19 نوفمبر 2015 قبل حوالي 31 يوم عن طريق عدة وسائل إيميل واتساب ولم يتم الرد. في تاريخ 14 ديسمبر تم التواصل كذلك ولم يتم الرد. خلال هذه الفترة أخي عبد الله تم الاتصال بجوال المتحدث الإعلامي لأمانة الشرقية عدة مرات متفرقة ولم يتم الرد. بذلت الجهد لمجل الحصول على المعلومة، ولكن الأخوان في الأمانة في العلاقات العامة لم يتم الرد. هذا الموضوع اللي حبيت أني شكرا يا طارق. أنا أقولك ترى الأستاذ محمد الصفيان معنا فل الفل، فاحنا بنحاول نصلح بين بنصلح بينكم وبينه ما في بحيث تضبط الأمور إن شاء الله. وأنتوا يا أهل صحيفة مكة تمنون عاد علينا وعلى أمانة. أكيد أكيد أكيد، ولا احنا الحقيقة هدفنا احنا والأمانة هو خدمة الوطن والمواطن والنهوض بهذا الوطن المعطاء. الله يوفقكم، مواد دائما جميلة من عندكم ونشكركم عليها. شكرا أخوي طارق، وسلم على الزملاء كلهم اللي عندكم، الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا لك. طيب خلونا نروح العناوين حلقة الليلة بعد ما قفلنا حلقة الأمس. حماية المستهلك بين انتقاد المستفيدين وغياب الرقابة، تساؤلات تظهر وتغيب كل فترة عن هذه الجمعية. يرى يجي لكم ساعتين اشغلتونا غابة الشمس، مراجل مراجل مراجل، اركبوا اوريكم وين نروح. وزياد بن نحيت يطلق كليب استقبله المجتمع بتهكم وسخرية، وآخرين أعجبوا فيه. والبطحة في الرياض رقابة غايبة وحضور ضعيف للجهات الرقابية. بتشوفون معنا أيضا في هذه الحلقة، في الأفلاج كلية لينكولن تغلق أبوابها في وجه الطلاب بدون إبداء أسباب وجيهة. حفلات الهياط ومقطع العود يستفز الكاتب علي الموسى. محمد مشهور مصور محترف، تنشر صوره وكالات الأنباء، وصورة قبر الملك عبد الله رحمة الله عليه تكسب الأفضلية. أثار الفيديو اللي ظهر الفترة الماضية فيه الشاعر زياد بن نحيت مع عياله موجة استهجان واسعة من قبل بعض المغردين اللي انتقدوا اختياره للموضوع وأيضا طريقة تقديمه، حيث كان يسعى الشاعر من خلال قصيدته للإساءة للكثير من الدول السياحية اللي هو أصلا يروحها وكثير يروحونها، وداعيا إلى التركيز والسفر وقضاء الإجازات داخل المملكة. نشوف هذا المقطع ونرجع نتكلم في هذا الموضوع مع اللي تكلم حول هالقضية في مقال كامل عنها.
يرى يجي لكم ساعتين شغلتونا غابة الشمس مراجل 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 اركبوا اوريكم وين نروح. ظهر الشاعر زياد بن نحيت في فيديو كليب تداوله المغردون في موقع التواصل تويتر الذي لقي إعجابا من بعض المغردين، بينما انتقد الكثير منهم الكليب الذي أساء فيه الشاعر لدول بعينها، تحديدا بعدما أساء للبلاد الأجنبية بشكل عام. الكاتب عبد الله المزهر كتب مقالا بعنوان التميلح والهياط المزيج القاتل، مستغربا طريقة تفكير الشاعر، متسائلا ماذا لو أتى أحد مطربي فرنسا ليصور أغنية يشتم فيها السعوديين وطريقة حياتهم، كيف ستكون ردة الفعل تجاهه؟ فوصف تلك البلاد بأنها بلادا لإبليس كانت مستفزة لأغلب المغردين. ترى ماذا لو تمت ترجمة هذه القصيدة العصمة للشاعر؟ رحنا القصيم بحر وبعجاج، عجاج الرياض وغبار الثياب أشرب نذيب. طيب احنا حاولنا نتواصل مع الشاعر زياد بس يبدو أن ردة الفعل عنده شوي ما خلته يظهر، ما أدري هي إيجابية ولا سلبية. لكن معي للحديث عن هذا الموضوع من الدمام الكاتب في صحيفة مكة الأستاذ عبد الله المزهر. أهلاً أستاذ عبد الله. يا هلا وسهلا حياك الله. يعني يتميلح والهياط المزيج القاتل وش قصدك؟ والله أنا المقصود أنه كل واحدة منها كارثة، يعني فإذا اجتمعت الموضوع بيكون صعب جدا يعني. ليش؟ إيش اللي شفته أنت يعني من خلال هذه القصيدة ومن خلال التعاطي معها وإظهارها للناس بهذه الصورة، إيش اللي شفته أستاذ عبد الله؟ والله في عدة أمور. أولا من حق أي أحد أنه يسافر هو عياله ويتصورون ويغنون وينبسطون، هذا حقهم يعني. أيه، لكن الفكرة إنه أنك تسوقها على أنه أنت تبغى تنصحنا وأنك تبغى تنصح المجتمع من السفر للخارج وأنه البقاء في الوطن أفضل، يعني واضح الفكرة يعني ما هي بواصلة بالشكل الصحيح يعني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية سم. يا أخي عندنا مشكلة في الفخر بالأشياء اللي تخصنا يعني ما نعرف نشجع فريق إلا لازم نسب الفريق الثاني، ما نعرف نمدح يعني أو نفتخر بقبيلة أو بمكان إلا لابد أن نسيء لآخرين يعني أنت باستطاعتك أنك تتكلم إذا كان هذا الموضوع حقيقي عن السياحة داخل الوطن دون أن تسيء لأحد، يعني مو هو مطلوب منك أنك تسب الآخرين حتى يكون فكرتك مقنعة يعني وبإمكانك تتصور أنت وعيالك وتسافرون زي ما تسوون كل سنة يعني بدون ما تسوق الموضوع على انك قاعد تنصحنا يعني انت كنت تشوف انه لو صور في النظيم والنسيم زي ما ذكرت في القصيده كان ممكن تكون اوجه. كيف اقول؟ يمكن لو صور في النسيم او النظيم الشاعر بناء على ما قال في القصيده. إنه واضح انه برستيجه ما يسمح له يصور هنا يعني، فهو اختار اماكن اللي هو يسافرها سنويا يعني. طيب كيف ممكن استاذ عبد الله نطور طرحنا بحيث يرتقي الى المتابع اللي هو الان صاير ناقد اكثر مني ومنك استاذ عبد الله؟ يعني انت فرضا تتكلم من ناحيه فنيه واحيانا كثير من الفنانين يتكلمون من هالنواحي، المتابعين يعني افهم منا بمراحل في هالامور ولا لا؟ صحيح. كيف ممكن نطور اداء بعض المشاهير في التعاطي مع وسائل الاتصال الحديثه بحيث ما يستفز المجتمع؟ هو بس انهم يفهمون شيء واحد بس. أيوة. انه انك انت كن على طبيعتك يعني كثير من الاشياء ما عاد تمشي على النص. فانت اذا ما كنت صادق اساسا فانت يعني يجب ان تتوقع انه الناس ما راح يصدقونك، يعني الموضوع سهل يعني. اللي سال المجتمعات يعني ايش تعني يعني لو احد جاء كما قلت في مقالك انه لو احد جاء وتهكم علينا هنا في الرياض، جاء وجلس في الرياض وتهكم على الناس ومشى، كيف احنا ممكن نتصوره؟ ايضا حتى المجتمعات الاخرى كيف ممكن تتصورنا؟ مو هو جاء بس، لو هو كل سنة عندنا، لو هو كل سنة عندنا ثم صور أغنية أو شيء يسيء إلى حياتنا أو إلى طريقتنا أو أسلوب حياتنا، مؤكد أن ردة الفعل بتكون يعني جدا قاسية. ثم أنه يعني الفكرة اللي نبغى يعني أوضحها أنه مو هو شرط أنه حياة الآخرين أنها تقنعنا أو أنها نعتقد أنها هي الأسلوب الأمثل للحياة أو أننا نؤمن في أفكارهم أو في مبادئهم أو في دين، مو شرط. الفكرة ببساطة أنك احترم خيارات الناس الثانية، مو هو شغلك أنك أنت توجه أنه
الآخرين. يعني أنت تفتخر بتراثك، بمعتقداتك، بدينك، بلغتك، والآخرين أحرار في أن يعتقدوا ما يشاءون. يعني واحترام الاحترام الأشياء هذه لا يعني طبعا الإيمان فيها أو تبنيها وأنها هي الصح، ولكن يا غريب كن أديب، هذا قصدك بالضبط. يعني سواء كنت غريب أو غير غريب، يفترض أن الإنسان يكون مؤدب في كل مكان. يعني لكن الغريب أكثر أتصور، لأنه يعني هو جالس بين يعني بينهم وفي الأخير قاعد ينتقدهم. يعني أنا مش قاعد أتصور الموضوع، يعني هو صور الفيديو السنة هذه والعام كان عندهم والسنة الجاية بيروح. يعني فيعني مجرد أنه يعني أنت عشان تقنعني تقنعني أنه كلامك صحيح، أنك تبغى تنصح الناس بال أو بالسياحة الداخلية ولا إيه؟ يعني ابدأ بنفسك يعني عشان اقتنع. إذا أخذناها بالجانب الإيجابي أستاذ عبد الله، نعم، إيش الموضوع يعني الشيء الإيجابي في هذا الموضوع؟ كيف ممكن نقول في شيء إيجابي عشان ما نكون سوداويين أيضا؟ والله التصوير جميل، بس أنا عجبني التصوير والفيديو كليب إخراجه كان جيد، أما الكلام والموضوع صراحة ما. وفي نقطة مهمة ثانية على ظهور يعني الله يخليهم له ويخلي لهم إن شاء الله. يعني آمين. أنا ضد فكرة أنه استغلال الأطفال في أشياء قد لا يؤمنون فيها مستقبلا. يعني أنت الآن قاعد تستغلهم لظهور ولا أشياء أنا كوجهة نظر شخصية ماني مقتنع فيها. إيه؟ فيفترض أنه يعني أحد وكالات السيارات وصلنا يعني شفنا بيان لهم، لكن ما تحققنا منه حتى اللحظة. البيان يقول أنه إحنا ما دعمنا هذا الكليب ولا 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 هو يعني اتجاهنا ان ندعم زي هالاشياء. احنا الى الان ما تاكدنا من صدقيه هذا البيان، ولا عرفنا ايش مصدره، لكن مكتوب مختوم وموجود كما هو يعني، فاحنا حبينا نتكلم عنه. استاذ عبد الله شكرا لك، كل يوم الصباح يعني تستفز حواسنا وتخلينا نكلمك ونصير نتهاوش معك على مقالاتك يا سيدي. الله يخليك، إن شاء الله تستمر الهوشات ودية يعني. يعطيك العافية من الدمام، الكاتب الصحفي في صحيفة مكة الأستاذ عبد الله المزهر، يعطيك العافية وشكرا لك. أتمنى أن يزيد هذا القلق فيك سيدي الفترة الجاية، شكرا لك. حياك الله، أهلا وسهلا. في جانب آخر في صحافتنا أيضا، وصف الكاتب علي الموسى في صحيفة الوطن اليوم من سكبوا دهن العود في مناسبة اجتماعية ما هم إلا شلة منبوذة ما تمثل المجتمع السعودي. أضاف الكاتب في معرض استدعاء لتضحيات الجنود ورجالنا اللي على الحدود الجنوبية للبلاد بأن الأولى سكب هذه المياه العطرية على كفوف أبناء ووالدي الشهداء لتكون الصورة بشكل آخر. أشار الموسى إلى أن الدعوات الحثيثة لعودة مهرجانات مزايين الإبل ليست سوى دعوات مريضة وحفلة هياط على حد تعبيره. للتعليق على هذا المقال معي عبر الهاتف من عسير الكاتب الصحفي علي الموسى. أهلا أستاذ علي. مساء الخير. حياك الله، مساء النور. برأيك ليش يتجه البعض إلى حفلات الهياط هذه؟ ممكن نسميه عيب يكملوا فيه نقصهم أمام أهلهم وأمام ربعهم؟ لا بالضبط، أنا أعتقد أنه أهل الهياط لم يجدوا لديهم بطاقة تسويق اجتماعية. أيوة. لم ينجحوا أن يكونوا دعاة، لم ينجحوا أن يكونوا أساتذة جامعة، لم ينجحوا أن يكونوا بالتحديد بكل اختصار لم ينجحوا أن يخدمهم مالهم إلى الشهرة، فذهبوا إلى 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 طريق الهياط من أجل استجلاب الشهرة. هذه وجهة نظري. ليش وصفتهم بأنهم فئة منبوذة في المجتمع؟ مع أنه مثل هذه المقاطع ترى يا دكتور علي صايرة أكثر من الهم عن النفس. والله أعتقد أنه المجتمع اللي يتداولها بكل هذه السخرية يعني فهو في العادة يعني ينتشر المقطع إما أن يكون مقطع حميد وإما يكون ورم سرطاني. وبكل صراحة يعني أنا لا أرى يعني منطقة رمادية بين اللونين الأبيض والأسود. أنا أرى أنه المجتمع يعني ينبذ من هذه الأشياء، ومع هذا يتداولها بكثرة. للأسف الشديد أنه أصبحت حفلات الهياط مع مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى ما يقرب من 500,000 مقطع لكثير من هذه المهازل، وبالتالي أعتقد أنهم وجدوا هؤلاء طريقة تسويقية للشهرة. ومن هنا أنا أدعو المجتمع إلى رفض هذه الحفلات وإلى رفض تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا تستطيع يعني.
ان تقف امام 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 تيار السوشيال ميديا. صحيح. لانه اصبح الاعلام بالجيب. دكتور علي، ايش الخط الفاصل اللي تذكره انت من طفولتك ما بين الهياط بين 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 قوسين وبين الكرم الموجود رغم الحاجه والفاقه في ذاك الوقت؟ والله اعتقد ان الخط الفاصل هو الطفره الاولى، وبالتحديد نهايات الثمانينات من القرن الماضي. ايوه. عندما كانت يعني انت تعرف يعني عندما كانت القبيله تحد من هذه الأشياء يعني حتى من القيم القبلية التي فقدناها يعني هي تنظيم هذه الحفلات، تنظيم يعني كانت القرية أو حتى المجتمع المدني في المدينة أو في القرية أو في الهجرة كان ينظم مثل هذه الأشياء. بالمثل الشعبي لما يقول لك أنه الذبيحة تبعث من الضيف سنة، يعني بمعنى أنك إذا افتضلت شخص اليوم هذا أنت 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 في حل أن لا تقيمه خلال عام كامل. صحيح. لكن يعتقد انه يعني وجود هذه الطفره في ايدي هؤلاء وبالتالي يعتقد انه من الصعوبه كبحه، لكن انا ادعو هؤلاء اولا ان يتذكروا ان لدينا ما يقرب من 50,000 جندي على الحدود، لدينا ما يقرب من 300 او 400 عائله فقدوا ابنائهم خلال هذه الحرب، وبالتالي اعتقد انه مقالي يعني هو يشرح نفسه. هنا سؤالي دكتور علي، ايش ممكن يعني اللي ينعم الله عليه او اللي قاعد يفكر بالفكر هذا انه يعني يشتهر بمثل هالمقاطع انه يسوي للرجال الموجودين على الحدود، الرجال اللي قاعدين يدافعون عنه ويخلونا يعني نسوي زي هالمقاطع السيئه المسيئه للمجتمع؟ من وجهه نظري انه هؤلاء ان احنا نلتقط جميعا لمؤسسات مجتمع مدني حقيقيه يستطيع بها هؤلاء ان 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 يتنفسوا من خلالها وان يذهبوا باموالهم. لا يوجد لدينا مفهوم تربيه المسؤوليه الاجتماعيه على الاطلاق. انا مثلا اعيش في مدينه بها عشرات الاثرياء، لم اجد ولا لتن واحد منهم ما يمكن ان يقدم لهذه المدينه ولو حتى على شكل تمثال بسيط او على شكل يعني مدرسه او نادي او او او, أو حديقه. صحيح. وبالتالي هؤلاء يلجؤوا الى مثل هذه الاساليب. إذا ما ننتظر منهم شيء دكتور علي؟ والله إحنا 40 سنة ما قدموا لنا شيء، وبالتالي أنا ما أعتقد من خلال عام أو عامين سيقدموا شيء. طيب كنت أتمنى تكون معانا موجود من أبها، من استديوهاتنا في أبها، ولكن يبدو أن الدفة الدور الدفة في تهامة قحطان ما شاء الله تبارك الله ترجع. والله أنا موجود بمنصاي الاختيار السنوي. شكرا عبد الله. الله يوفقك دكتور علي الموسى من تهامة قحطان زي ما هو قالنا. شكرا لك، يعطيك العافية، ترجع إن شاء الله بصحة وسلامة يا سيدي إلى بيتك في المنسك، شوفك على خير. طالب مجلس الشورى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوضع منهج عمل للعاملين في الميدان يحدد المنكرات اللي تتطلب التدخل من أعضاء الهيئة فيها، هذا للقضاء على الاجتهادات وتضييع السلطة التقديرية للهيئة اللي قد ينشأ عنها بعض السلبيات. طالب المجلس الهيئة بالإسراع في تنفيذ برنامج الخطة الاستراتيجية المعتمدة، كما دعا رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير الرئاسة في قراره إلى تزويد الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب اللي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات للإسهام في معالجتها. والتوصية التي تبناها المجلس كانت مقدمة من اللواء الطيار عضو مجلس الشورى عبد الله السعدو. وعشان اللواء الطيار عبد الله السعدون هو اللي كان مقدم المقترح ينضم لنا هاتفيا من الرياض. اهلا لواء عبد الله. مرحبا، حياكم الله. نبارك لكم موافقة المجلس على توصياتكم اولا. يعني الامر المهم في هالموضوع برايك، هل الاجتهاد جعل الهيئة في صدام في بعض المسائل الفقهية المختلف عليها؟ لا، هو دائما اذا لم يكن هناك شيء مكتوب فالخطأ دائما وارد. أي. من الإنسان حتى للأسف حتى الأشياء المكتوبة يعني حتى في أدق العمليات يعني مثلا في الطب في الطيران في كل شيء ما لم يكن هناك أشياء مكتوبة وخطوات تتبع دائما يكون الإنسان يجتهد ويخطئ. أي. طيب الخطة الاستراتيجية للهيئة اللي أنتوا قلتوا أسرعوا في تنفيذها مع أنها موجودة عندهم، ما أعطوكم تبرير لهذا التأخير فيها؟ ما عندي خلفية أنا عن الخطة الاستراتيجية. أنا اللي تقدمنا فيها اليوم. أي. هو اللي هو قرار سابق لمجلس الشورى قبل 3 سنوات اللي هو يطالب الهيئة ب
إيجاد طبعا دليل إرشادي أيوة. يبين ما هي المنكرات التي يجب أن يتدخل فيها عضو الهيئة. الهدف مو تقليل السلطة التقديرية لعضو الهيئة، يعني نقلل كل ما قللنا الأخطاء لعضو الهيئة، وحتى تتوحد وتكون في مصلحة عضو الهيئة، يعرف بالضبط ماذا يريد، ويعرف المواطن أيضا ما هي الممنوعات أو المنكرات وحتى الوافد فيتجنبها. هذا هو الله يوفقكم. صراحة المقترح جميل جدا، إن شاء الله يتم تفعيله ويتم العمل فيه، وأيضا الخطة الاستراتيجية للهيئة يتم تفعيلها عشان يعني تقل الأخطاء. اللواء عبد الله السعدون عضو مجلس الشورى كان معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. الآن نروح لواحد من شهدائنا، يعني نعيش بعض بطولاته في من خلال هذا الكليب البسيط، وراجعين من ثاني رحمة الله عليه واسكن الله فسيح جناته، ووفق الله الرجال اللي موجودين على الحد ورجعهم لنا سالمين منصورين بإذن الله. الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، وكذبي الله أكبر يا موطني، عشت فخر المسلمين، عاش الخليل للعدل والوطن. قواتنا التي تدافع عن ديننا قبل كل شيء، وعن بلاد الحرمين، ومن دافع عن بلاد الحرمين وحدودها وأمنها الداخلي فهو يدافع عن وطن يستحق منا الدفاع عنه، وشعب وفي يستحق منا توفير أمنه في الداخل والخارج. تذمر عدد من طلاب وطالبات كلية لينكولن بمحافظة الأفلاج من قرار إغلاق الكلية وحرمان الطلاب والطالبات من الدراسة مع قرب الاختبارات النهائية. أوضح عميد كلية لينكولن للبنين بول بيري أن الكلية غير قادرة على الاستمرار لقلة عدد الطلاب والطالبات المسجلين فيها، وكشف أنه لا يوجد اختبارات نهائية، وسيحصل كل الطلاب على شهادة تبين نسبة الحضور والتحصيل الأكاديمي اللي حصلوا عليه أثناء دراستهم في الكلية. بالتعليق على هذا الموضوع معي مباشرة من جدة المستشار القانوني ورئيس مركز القانون الأستاذ عمر الجهني. أهلا يا أستاذ عمر. أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا مرحبا أخوي. حياك يا سيدي. إيش المبرر لإغلاق مثل هذه الكلية برايك؟ أنا أول شيء الصوت ما هو واضح عندي زين، يعني ليت ها كذا الكنترول. تسمعني؟ يا أسمعك ضعيف شوي. طيب إيش المبرر لإغلاق مثل هذه الكلية يا أستاذ عمر؟ بصراحة لا يوجد مبرر مقنع. المبررات كلها مبررات غير مقبولة. لذلك احنا عندما تواصلوا معايا المتضررات وتواصل معايا بعض من أولياء الأمور، وجدت أن الخطاب الذي رفع من قبل مدير أو عميد الكلية هو الاعتذار للطالبات بنين وبنات بأن هناك عدم القدرة للكلية على الاستمرارية، وأحيانا يخرج خطاب آخر بأن المصلحة العامة، وأحيانا في أخبار أخرى تقول بأن هناك اجتماع حصل بين المحافظ، هذا حسب ما ذكره الطالبات والطلبة، أن حصل اجتماع بين المحافظ وبين مدير المستشفى وبين رئيس مركز الهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأخرجوا قرار بإغلاق هذه الكلية. وما أساءني والله هو التهاني اللي أنا وجدتها على مواقع التواصل، بأنهم كانوا يتواصلون وبينهم تهاني أن أغلقت كلية لينكولن، بأي سبب أغلقت ولماذا أغلقت،
ولماذا المباركة والتالي هذه أنا لا أعلم. طيب أنا أقول لك إنه عشان الموضوع هذا من عن لينكولن، إحنا حاولنا نجيب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويعني كالعادة بصراحة ما يزعلون منه إنه ما تجاوبوا وإنه مسافر وإنه رايح وجاي، ما في أحد يعني يرد من المؤسسة لأنه الموضوع هذا يختص في المؤسسة. لكن أنا معي واحدة من الطالبات من الأفلاج كانت في كلية لينكولن اسمها أميرة. أهلا يا أميرة. أهلين أخوي عبد الله. وش اللي حصل معاكم أنتم في الكلية؟ إيش اللي أنتم شفتوه ولاحظتوه في الفترة الأخيرة؟ في البداية أنا حتكلم باسمي واسم كل طالبات كلية لينكولن. في البداية أنا ما أعرف أوجه صاب الاتهام لمين، لكلية لينكولن أو لمجتمعنا. أول ما افتتحت الكلية كان في ترحيب من المحافظ وجميع مسؤولين الأفلاج. تمينا سنة كاملة وثلاث شهور، خلصنا سنة تحضيرية كان لغة إنجليزية وأخذنا شهادة عالمية من جامعة كامبرج وتخصصنا في إدارة الأعمال. بعد ثلاث شهور أنجزنا مشروع كبير على مستوى المحافظة اللي هو بازار إكسبو وحقق نجاح مرة هائل كبير، وكان الحضور أكثر من 3000 زائرة مع أنه فقط بس يوم واحد. طيب وش احسن من هالانجازات اللي انتم قاعدين تسوونها؟ ليش زعلانين بعض الاهالي زي على بناء على كلامك؟ للاسف بعض المسؤولين اللي في مجتمع الافلاج يرفضون اي تطور يكون للبنات او الابناء المحافظه، يعني هم مثل المسيطرين عليها بعض المسؤولين. وبعد اسبوع تجينا العميده تقول لنا بنات ام سوري ذا كوليدج از كلوز. طيب ليه؟ وش السبب؟ تقولنا بسبب المجتمع. طيب أنا وش ذنبي أنا كطالبة تضيع سنوات عمري سنة ونص في الأخير تقولوا لي مسكرة بسبب المجتمع؟ طيب خليك معي يا أميرة، إيش الإجراء اللي ممكن يتخذ يا أستاذ عمر في هالحالة؟ الإجراء إن في عندنا قوانين للكليات الأهلية ويجب أن يحاسب عليها عميد الكلية أو صاحب المنشأة اللي افتتح المنشأة هذه الكلية سواء شركة تضامنية أو أين كان. في عندنا بنود أخي لازم إحنا نعرضها الآن، اللي هي أول حاجة أن الكلية تجاوزت أشياء كثيرة من النظام. أول حاجة السجلات، الكلية قامت بعمل عقود للطالبات وسحبت هذه العقود ووقعت الطالبات تعهدات، وهذا إجراء غير قانوني، بأنهم لا يسحبون ملفاتهم ولا ينتقلون إلى أي كلية أخرى لمدة 3 سنوات، وهذا عقد احتكاري يعتبر. الشيء الآخر، الكلية الإدارة الكلية، أنا أتكلم عن الكلية الآن لكن فيه أيادي أيضا خارجية سوف أتطرق لها، أن الكلية أيضا لم تسلم الطالبات أي أوراق رسمية تثبت استمراريتهم في هذه الكلية من عدد ساعات أو السجل الأكاديمي أو العقود المادية. وعندنا في المادة 13 أن يجب لكل كلية أن تكون عندها سجلات وملفات وبطاقات للطلبة، وأن سجلات وملفات بطاقات للرسوم والواردات والصادرات، وأيضا عنده سجلات وملفات لحفظ المعاملات الخاصة بإدارة الكلية وسجلات الموظفين والموظفات والأكاديميين في هذه الكلية. أستاذ عمر عشان نكون يعني مباشرين، أخواتنا اللي في الأفلاج وأخوانا اللي في الأفلاج توعدهم بعودة لينكولن لهم من جديد؟ لا ما نوعده منها. أنا أشرف على القضية. لا أنا أشرف القضية، في 3 محامين سوف يقوم بالترافع وأنا رابع معهم بإذن الله عز وجل. الله يوفقكم. لكن بس أنا عندي شيء واحد، إحنا نبغى نعرف بس سبب إغلاق هذه الكلية. ما هو إحنا أصلا اليوم قلنا نفتح الموضوع عشان نسأل عن السبب، ما وجدنا السبب. إحنا نطرح الموضوع والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تستطيع ترد لأنها هي المشرفة على لينكولن وغيرها أيضا من الجهات. طيب ممكن في دقائق بس، أنا أعرف أن الوقت لا يسمح. أنا بأتكلم عن المادة 14، أن الكليات إذا تفتح على النظام إذا تم الإخلال بهذه المواد يتم إنذار الكلية. يتم عند مخالفة الكلية للوائح الكليات الأهلية يتم الإنذار، والإنذار بإزالة المخالفة خلال مدة تحدد.
الشيء الثاني استمرار المخالفة بعد المدة المحددة في الإنذار يتخذ بحقها إجراء آخر اللي هو وقف القبول في التخصص، وقف القبول في الكلية لمدة عام دراسي، إغلاق الكلية وسحب الترخيص. يعني إغلاق الكلية هذا آخر الخيارات، ما يعتبر حتى خيار مفعل. اي طيب أستاذ عمر الله يوفقك، يعني 140 أستاذ، يعني 140 طالب الآن لما يجي مثلا مدير الكلية ولا العميد حق الكلية يقول نأسف للقلق وشعور الكآب التي ينتابكم، نحن نريد إغلاق الكلية، من تريد أن تستمر معنا؟ يعني أشكر على هذا الرأي والاقتراح، أن تستمر في أحد الكليات الخارجية، يعني أنت تسجلين بجدة وبعدين أقول لك روح أدرس بالرياض، هل هذا منطق؟ لا، لأنه هم قاعدين الآن عندهم أظن في القطيف، فأظنهم يبغون يودون يعني يطلعون من الجدة إلى الرياض أو القطيف أو جد، يطلعون من الأفلاج إلى هذه المدن، مش عارف أنا كيف الفكرة. بس أنا ودي أسأل أميرة، أميرة وش مطالبكم الآن أنت وزميلاتك عشان بس نقفل هالقضية؟ طيب أخوي في نقطة مهمة، إحنا كطالبات تعرضنا لتشويه سمعة وكلام كثير وافتراءات من مجتمع الأفلاج بدون أي تثبت. عاد هذا أميرة أميرة بس هنا لازم نوقف. الأفلاج هم أهلك وأهلي وإخواني وإخوانك، فيعني إذا كان في مشكلة مع شخصين ما يعتبرون أنهم من يعني نسيء للمنطقة كاملة. أنا ودي أعرف مطالبكم مباشرة من الكلية. مطالبنا من الكلية اليوم، الكلية يعني للأسف الكلية قلبت ضدنا فجأة بعد ما طلع القرار، فصارت تسحب صارت تطرد البنات من الكلية بسبب أو بدون سبب، وتخليهم يوقعون على ورقة أنهم هم مفصولين بسببهم هم بسبب غيابهم. وإحنا نطالب الكلية ونطالب أي أحد مسؤول عن إغلاقها أن ترجع الكلية وتخلص سنوات الدراسة كاملة. أميرة كم بقالك أنت، بس باختصار كم بقالك أنت في دراستك؟ باقي لي سنة وست شهور، يعني خلاص تخصصت بزنس المفترض أكمله. حرام يعني هلأ التخصص واللي وصلتي له أنه الآن تغلق الكلية من الأفلاج. الأخت عبير أميرة شكرا لك، واحدة من طالبات كلية لينكولن، شكرا جزيلا لك. وأيضا من جدة المستشار القانوني ورئيس مركز القانون الأستاذ عمر الجهني، الله يوفقك أنت والأربعة اللي معاك يا سيدي، والله يكون بعونكم يا سيدي. شوك على خير. شكرا، حياك الله. حصد معرض جدة الدولي للكتاب من انطلاقته أكثر من 600 ألف زائر، في حين حقق خلال الأربع أيام السابقة مبيعات قدرت ب 15 مليون ريال، نظراً لتزامنها مع إجازة نهاية الأسبوع واكتظاظ أعداد الزائرين لاقتناء الكتب اللي تحمل عناوين في مختلف مناحي المعرفة اللي قدمتها دور النشر المختلفة المشاركة سواء كانت محلية أو عربية أو عالمية. وكانت المعرض قد شهد أيضا ضمن الفعاليات الثقافية قامت ورشة عمل حول التصوير الضوئي، كما قدم ندوة العلاقة بين المؤلف والنشر. رايحين فاصل وراجعين من ثانية لا تروحون بعيد، بنتكلم عن حماية المستهلك. فيينا، باريس، صح، لندن، الشوي، موسكو، الرياض، اسطنبول، واشنطن. إخباريات يأتيكم في الأوقات التالية. طيب جمعية حماية المستهلك، في ناس زعلانين عليها وناس يقولون انها ما تأدي شيء وناس يقولون انها موجودة، يعني هذه الجمعية من الجمعيات الأهلية اللي تهدف إلى توعية المستهلكين وأيضا الدافع عن حقوقهم أمام حتى التاجر.
حيث تطلق الجمعية عدة برامج ورسائل توعوية في مواضيع شتى تبين دائما حقوق المستهلك. الحديث عن هذا الموضوع ينضم لي هنا في الاستوديو رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السماحي، حياك الله دكتور. مرحبا استاذ عبد الله. الناس سعيد. يعني زعلانين عليكم ويعني يقولون انكم ما قاعدين تقدموا لهم الخدمات اللي هم يرغبون من الجمعية، ولا قاعدين تقنعون التجار انكم انتم جمعية تستطيع الضغط عليهم. اولا اشكرك استاذ عبد الله على استضافتي في هذا البرنامج الجميل، وأنا الحقيقة يعني قبل أن أكون رئيس للمجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك كنت أشعر ونفس الشعور هذا إنه الجمعية لم تقدم شيء لنا. يعني أنت نفس الناس اللي الآن يتكلمون. نعم طبعا. فإحنا نعترف نحن مقصرين، ولكن لو تعطيني وقت بس أشرح لك يعني المسببات هذه. إحنا طال عمرك جينا بعد مضي كان 8 سنوات على إنشاء الجمعية. الحقيقة كل شخص، وليس أنا اللي أقول، كل شخص لم يشعر بما ما قدمت الجمعية، وبالأحرى لم تقدم شيء. وهذا يجب أنه نكون لكي نعالج المشكلة لابد نعترف. لا لازم نعترف، إحنا نعترف حقيقة أننا لم تقدم شيء. نحن أتينا بقرار من وزير التجارة بتعيين 9 أشخاص لإدارة الجمعية ل3 سنوات القادمة. جميل. أوكي. يعني إذن نحن أتينا بالتعيين وليس بالانتخاب. أوكي. نتيجة إيش؟ نتيجة إنه لم تقدم. المشاكل اللي كانت سابقة والأشياء اللي ما قدمت. ممتاز. طيب. فبالتالي طبعاً حينما مسكنا طال عمرك الملف الشائك في الجمعية وجدنا إنه الجمعية يعني لديها مشاكل داخلية كثيرة. يعني مثلا رواتب موظفين 11 شهر لم يستلموا رواتبهم، بعض مقرات الجمعية لم يستلموها أصحاب. يعني أكون شوي صريح معك دكتور، يعني الحين أنتم تبغون تحمون المستهلك مش قادرين تحمون موظفينكم. لا إذن 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 لا إذن حنا طعم إحنا جينا نحمي. فبالتالي أعلنتها بتصريحات صحفية. أيوة. أوكي. وقلت أنا أكبر همي الآن أو أولوياتي إني أصلح الوضع من الداخل، أسدد رواتب، أعطي رواتب الموظفين. أحسنت. طبعا أخذت منا فترة، طبعا تعرف نحن تحت نحن نأخذ ميزانيتنا من الدولة. وبالتالي تأخذ وقت هذه العملية، ليس يعني بخلال شهر أو تجارة يعني باختصار من وزارة المالية. باختصار طال عمرك إحنا حينما جاتنا الميزانية أول ما يعني وصلتني اليوم الظهر العصر جميع الموظفين استلموا رواتبهم. كم ميزانية جمعية حماية المستهلك عشان الناس يعرفون ويقدرون إذا كان أنتم عندكم ميزانية كبيرة فيصيرون يحدون عليكم، إذا كان ما عندكم ميزانية فيرحمون ضعفكم؟ احنا 5 مليون ريال. 5 مليون فقط. 5 مليون أتصور أنها مبلغ جيد. والله احنا نحاول لهذا نحن نضع خططنا في ضوء إمكانياتنا. ما نكبر. طيب ما نكبر. في ناس قاعدين يقولون انه انتم يعني وزارة التجارة، خليني اكون يعني من الناس اللي يروحون يشطحون شوي، يقولون وزارة التجارة تاخذ يعني رضا الناس وتضع عليكم انتم السخط، فهي لا تدعمكم ولا تخليكم تنطلقون في شغلكم. صحيح هذا الاتهام ولا غلط؟ لا ودي اني اصحح المعلومة. عطم. هذه اودي اصحح المعلومة. الحقيقة نحن وزارة التجارة نعمل بمبدا التشاور والتكامل، والحقيقة نلقى دعم كبير من قبل معالي الوزير الدكتور توفيق الربيع، ومن معالي الأخ المهندس فهد الجلاجل وكيل الوزارة لشؤون حماية المستهلك. طيب. فأنا أقول للأخوان نعم أنا حقيقة هذه الاتهام أو هذه الكلام هذا غير صحيح. إحنا نلقى دعم ونلقى مساندة بشكل لا يتصور. هم حتى يعني حتى في اجتماعاتنا مع الوزير ومع الأخ المهندس فهد الجلاجل كان يقول حطوا مشاريعكم وحطوا برامجكم ونحن ندعمكم. طيب
متى ممكن نشوف برامج واشياء ممكن يدعموكم فيها وزاره التجاره؟ لانه احنا قاعدين نشوف اي محل يقفلونه بامر وزاره التجاره. سنت. ولا عمرنا شفنا انه حمايه المستهلك قاعده تدافع عنا يعني في ارتفاع اسعار الحليب واللبن واشياء واجد ما شفناكم موجودين، ولكن شفنا وزاره التجاره موجوده. لا شك طبعا. اوكي خلينا نشوف، احنا جمعيه حمايه المستهلك هي جمعيه توعويه، بمعنى انه ليست لدينا السلطه التنفيذيه، ليس لدينا السلطه التنفيذيه انه نقوم بالتفتيش او نقوم بايقاف المحل اكس ولا واي ولا زي، انما نحن نبلغ، نحن نساعد، نحن نحمي المستهلك من بعض انواع الغش والتدليس. الان احنا نفكر في من خططنا القادمه انه نفكر في مبدا التقاضي، يعني احنا ممكن ناخذ قضيه معينه ونتبناها امام القضاء لحمايه جميل. المستهلك من هذا الجانب جميل. وفعلا بدانا الان في هذه خطوات كبيره، وان شاء الله سوف ترون بهذا. احنا دكتور داعمين للجمعيه حقيقة، والجميع يبغى يدعم هالجمعية، لكن يبغون يشوفون أيضا تحرك إن شاء الله. رئيس جمعية حماية المستهلك دكتور سليمان السماحي، شكرا لك، يعطيك العافية. مشكور طعم. بس ترى يعني على الدعم اللي تلقونه لازم تجدون نقد منا أيضا. لا موفقين، الله يوفقكم. احنا على الرحب بالساعة ومستعدين، احنا ودنا نسمع النقد قبل المدح. أبد، هذا اللي مشكور طعم. الله يحفظك، الله يحفظك. مع السلامة. مع السلامة. طيب، يعاني حي البطحة في الرياض من قلة الخدمات، رغم أنه في وسط الرياض، وسوء تنظيم المروري، وجود عمالة يعني مخالفة وزحام، إضافة إلى أنه العمالة اللي موجودة أغلبها سائبة وتمارس البيع في الطرقات بمنتجات سيئة ورديئة في التخزين، وتعرضها بطرق غير نظامية وسط انعدام للرقابة. الحديث عن هذا الموضوع معي عبر الهاتف مدير الراحة والسلامة في أمانة منطقة الرياض المهندس أنور قلم. أهلا مهندس أنور. يا أهلا مرحبا، حياك الله أخي عبد الله. حياك الله. الأمانة تعتبر الجهة الوحيدة اللي يجب عليها محاربة ظاهرة بين قوسين القذارة اللي موجودة في البطحة وفي شوارعها وفي حواريها، اللي لها تاريخ جميل جدا، لكن بالوضع اللي أنتوا ماشيين فيه فالحي وسخ جدا، ما شفتوا معانا ولا لا؟ لا شفنا معك، الله يبارك فيك. طيب. معروف اخي عبد الله، الامانه طبعا دورها اكيد موجود، ولكن فيه ادوار مشتركه اخي عبد الله. طبعا الامانه ما تالو جهدا في الحفاظ على الموقع وازاله ما اطلقت عليه القذاره وهذا. طبعا اخي عبد الله انت تعرف معظم اللي يمارسون البيع في هذه المواقع هم من العمالة السائبة كما ذكرت. صحيح. في التقرير، وهذه العمالة أيضا مخالفة لنظام العمل والإقامة في المملكة. أيوة. يجب على الجهات أيضا المعنية في هذا الأمر أيضا يكون دورها أيضا موجود. تتكلم عن الجوازات وعن وزارة العمل. نعم. أيوة. الجوازات نعم، مكتب العمل إلى آخره. طيب. نعم تفضل. بس بالنسبة للنظافة، نظافة المكان، هذه ما لها دخل لا بالجوازات ولا بأي جهة أخرى، هذه عندكم ولا أستاذ نور؟ أكيد الأمانة موجودة وحملاتها متكررة، طبعا توجيه الأمين دائما يعني مكرر على أن احنا نزيل المخلفات، لكنها شبه يومي أخي عبد الله. أي. يعني والآن في الحمد لله الآن فيها صدر توجيه كريم من سمو أمير منطقة الرياض. أي. بتفعيل مكتب مشترك في البطحة عموما، حيكون في البطحة وعلى عموم الرياض، مشارك فيه جميع اللي ذكرناها قبل شوي، منها الأمانة ومنها الشرطة ومنها الجوازات. طيب. والمرور أيضا والشؤون الاجتماعية. طيب. أيضا باختصار، هل الأمانة جادة في تطوير الحي هذا؟ لأنه الآن خالي جدا من السعوديين وصاير هو للعمالة المخالفة، هل الأمانة ممكن أنها يعني الحي هذا تعيد بنائه من جديد؟ لأنه ترى تاريخي له قيمة كبيرة عند أهل الرياض. صحيح، بلا شك عبد الله أنا عارف هذا هو، والأمانة الآن في سعي حثيث على هالموضوع، وفيه ان شاء الله يعني فيه ممكن تطوير كبير لوسط المدينه عموما. أيوة. وحيشمل ان شاء الله باذن الله في منطقه البطحه بعد تفعيل المكتب المشترك هذا ان شاء الله، اولا نقضي على المشاكل الموجوده. صحيح. فيه، ومن ثم ان شاء الله باذن الله تعالى تكون الامانه جاهزه وغيرها من الجهات المعنيه في يعني تفعيل اعاده الحي هذا
لوضعه الطبيعي. الناس ينتظرون بصراحة من 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 الجهات هذه أنها تعيد حي البطحة إلى أن سابق عهد أنه يكون حي متنفس للناس في الرياض. من أمانة مدينة الرياض المهندس أنور قلم، شكرا جزيلا لك، يعطيكم العافية. نشرت وكالة الأنباء الفرنسية صورة التقطها المصور محمد مشهور من مراسم دفن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، واللي أصبحت ضمن أفضل الصور لعام 2015. تمكن المصور محمد مشهور من التقاط الصورة أثناء مراسم تشييع جثمان الملك الراحل والدعاء له عند قبره. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الصورة جت ضمن 88 صورة اختيرت جميعها كأفضل اللقطات لهذا العام، وظهرت الصورة اللي التقطها المصور من مراسم تشييع الجنازة من الأعلى، حيث تمكن المصور من الصعود إلى جدار قريب من المقبرة لالتقاط الصورة النادرة. معي هنا في الاستوديو صاحب الصورة والمصور اللي دايم خلف الكاميرا ولا يظهر كثير، لكن الآن بيظهر، محمد مشهور. أهلا يا محمد. سهلا عبد الله فيك. غزاك الشيب يا رجل. هذا حال الدنيا. طيب الصورة هذه أخذت يعني من أفضل الصور لهذا العام. نعم. عطني قصة الصورة هذه، كيف أنت التقطتها؟ لأنك أنت جيت بعد ما انتهى المراسم أخذت الصورة هذه. صحيح، الصورة أصلا هذه يعني احنا حضرنا من مراسم الدفن من البداية. أي. انتظرنا تقريبا من الساعة 10 الصباح. أيوة. وهو مراسم الدفن تمت بعد صلاة العصر، لكن لابد ان تكون موجود احتياطات أمنية وحراسات أمنية، لابد انك تكون متواجد من بدري. فحضرنا من بدري من الساعة 10 الصباح لين سمح لنا بالدخول بعد انصراف صاحب السمو اصحاب السمو الامراء والملوك. بعد ما انصرفوا دخلوا المواطنين حول المقبرة او حول القبر. أي. وتم التقاط الصورة من أعلى السور، سور المقبرة. فكانت الصورة الحمد لله موفقة يعني. أغلب المصورين كانوا يقربون ويأخذون الصورة عادية لتواجد الناس، الفكرة في الالتقاط من الأعلى وصعوبة المكان اللي يوقف على السور، ترى يعني ممكن يسقط على الناس. صحيح. اللي كانوا هنا. صحيح. ولا لا؟ صحيح، كانت صعبة لكن كانت في نفس الوقت مغامرة. أنه تطلع تلتقط صورة مثل. طيب. هذه تحصل على جائزة وتحصل على سمعة جيدة يعني. طيب أنت عندك صور مرة كويسة. نعم. اليوم إحنا بس نبغى نحتفل فيك بهالصور. الله يسعدك. إيش قصة الصور هذه؟ هذه إحدى الفرضيات لقوات الطوارئ أو قوات الأمن الخاصة. تدريبات حضرها الأمير أو ولي العهد الأمير محمد بن نايف. وكانت إحدى الفرضيات والتقطنا هذه الصورة بهالشكل. جيبوا جي يعني. جيبوا لي بعدها في صورة جميلة أبغاك تعلق عليها. هذه الصورة لك أنت. هذه صورة. هذه كثيرا ما تتداولها وسائل. نعم. وسائل الإعلام بشكل كبير جدا الصورة. نعم. هذه تبع محمد مشهور. نعم. دائما تظلمون أنتم إنه ما يعني في الغالب ما يكتب اسمكم. والله كثير نظلم. طبعا كثير نظلم، لأن في التواصل الاجتماعي يأخذ الصورة ويحطها في التويتر ويحطها في الانستغرام بدون ما يرجع للمصور أو حتى اسم المصور. كثير هذا ينرفزكم كمصورين. طبيعي. وبعض المواقع أصلا تأخذ أو تشيل الاسم كمان يعني. تحط الشعار حقها عليه على الاسم مثلا وتنسبها لها للجهة نفسها. وهذه مصيبة. مصيبة نعم. هذه نفس الفرضية اللي أنت التقطت. نفس الفرضيات. نعم. طيب يعني أنت كيف تأخذ الموقع مع أنه يعني زي الصور هذه يكون في رجال أمن ويكون في زحمة ويكون في ناس يعني يخلونك ما تصور، فأنت تكون منزعج بشكل كبير جدا وتجيب لقطة يعني بهالشكل الجميل. هي تراكم الخبرة ويعني يكون عندك نظرة يعني مسبقة ومرتب للصورة معينة في رأسك، فتطلع معك بعض الصور الجميلة. أنا بديت في الجريدة وكان محمد مشهور 10 سنوات يعني عشان تعرفون شايب يعني. طيب وين الصورة اللي بعدها لمحمد؟ هذه يا محمد أخذت الأعلى في المتابعة. نعم. وكتبت. صحيح. عنها مقالات. هذه اللي أباك تذكر لي قصتها، يعني ايش في ميسي كذا كان؟ هذه ما ادري مرعوب طبعا من السلاح. السلاح في وجهه كذا بيكون خايف يعني. هذه الصوره في مطار الملك خالد. مطار الملك خالد الطيران الخاص.
كان في ربكة وكان في عدم ما كان في انتظام كبير من الناس، ما كان فيه، كان في جمهور، كان في جمهور دخلوا اصلا بدون علم. انا اتصور انك انت بعد من الناس اللي مخوفين نفس اللاعب، لانك ايضا انت مقرب، ما يعني تفاصيل وجهه موجوده. انا طالع في العسكري اللي ماسك السلاح واقول له بعد السلاح انا الرجال هو مسكين بيحلق وجهه، هو الرجال خايم، هو ما عارف كيف يتكلم اللي هو طلال النزي له تحيه يعني كثير كتبوا عن الناس، حتى قالوا انه يعني كان يعني الحارس الأمين زي ما يقولون، أنه يعني حافظ على الرجل. لكن زي الصور هذه الآن أنا شفتها كثير، أنه في كثير نسبوها لأنفسهم، صح؟ صحيح. وأنت أذكر مرة من المرات كتبت عليها بالعرض محمد مشهور. إيه، لأنه في ناس تيجي تأخذ الصورة وتنسبها للصحيف معينة والحساب معين في تويتر بدون ما يرجع للمصدر وبدون ما يتحقق من اللي صورها من اللي ما صورها، فهذه نقطة تضايق كثير من المصورين. أنتوا دائما عندكم محمد مشكلة في الصحف، خليني ما بتكلم عن صحيفتك عشان ما يعني تاخذ راحتك، المصورين يعني رواتبهم الأقل تعتبر. طبعا خليني أكون يعني واضح في هالموضوع معك. صحيح. وتكلمني عنه، لأنه كثير من المصورين حالتهم ما هي بذاك الزود. صحيح، لانه ماني عارف ليش يعني المحرر يكون راتبه اعلى منك، قد يكون جاب بعدك، مع انه بعض المصورين عندهم شهادات جامعيه وماخذ دوره كمان تصوير فوتوغرافي، واحيانا المحرر يبني مادته على صورته. نعم، وممكن الصوره تغني عن الاف الكلمات. يعني ممكن الصوره كل أصلاً الصور اللي احنا عرضناها هذه نفس المصطلح اللي تقوله، لانه الصور يعني الصوره تغني عن كثير من الكلمات. بس من اللي يعني ماني عارفه بالضبط ليش رؤساء التحرير ما يهتمون بالمصورين بالذات، مع انه نفس مستوى التعليم، نفس التخصص، علاقات عامه واعلام، لكن تجي تتفاجئ في الاخير انه المصور اقل يمكن ربع راتب المحرر. المحرر. اي نعم. اغلب المصورين صار بعدين صار اشتغل محرر ومصور، لانه عنده صحيح. صار عنده مهارتين. صحيح. لكن استمر في هالصور، يعني وكالة الانباء الفرنسيه احتفلت فيك، واحنا ايضا من واجبنا يعني ان نحتفل بواحد زيك محمد، انت زميل قديم يعني، فاحنا حريصين، الشباب حريصين قبلي والله انه تكون موجود. الله يجزاك خير. شكرا لك. شكرا لك، يعطيك العافيه، اشوفك على خير. الله يعطيك العافيه. يتجه صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة لافتتاح 5 مصانع صغيرة تهدف إلى توفير فرص عمل للمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة. أوضحت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير عن حاضنة بيادر اللي بيبدأ صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة في تشغيلها وإدارتها تحت عنوان المشروع الوطني، حيث تعد بيادر أول حاضنة أعمال نسائية غير ربحية على مستوى المملكة. من جانبه طالبت الزهير بتعزيز الفكر الريادي وصولا إلى تدريسه في المدارس وتبني هذا المفهوم. مشاهدينا، أنتم دائم عين الرأس، دراسلونا على وسائل التواصل الظاهرة أمامكم على الشاشة. شكرا لكم، وكنا من الأحياء إن شاء الله، لنا موعد بكرة بإذن الله. أتمنى حازت أغلب ملفاتنا على رضاكم بإذن الله، لنا موعد آخر. أشوفكم على خير، مع السلامة.